السلام عليكم، حيا الله الحبايب، حياكم الله وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد. تحياتي لكل حبايب العاب لهذا الشهر ديسمبر. العاب البريميوم والاكسترا راح تكون العاب اسطوريه والعاب هوايه والعاب حلوه والها معنى راقي لهاي الالعاب لهاي الشهر. طبعا لا تنسى تشغل الجرس وتحط لنا اللايك لهذا المقطع، واني وياكم ان شاء الله كل يوم ببث مباشر بالليل على جي تي اي وباقي الالعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. فخلينا نشوف شنو الالعاب. تحياتي لكل الحبايب. اول العاب لهذا الشهر هي لعبه اسطوريه وكنا لعبناها وشفناها اللعبه من قصه من كل شيء خرافي، فار كراي 5 في هذا الشهر راح تكون موجوده يوم 20 ديسمبر. تقدر تسوي لها داونلود الاكسترا والبريميوم بهاي الباقه. طبعا كنا نعرف فار كراي 5 من العالم المفتوح، عالم الصيد، السيارات، المكانات اللي تسوي لها كابتشر وتصفي الماب من الاعداء. طبعا لعبه حلوه من جوزيف، هو اللي هو على اساس هو مسؤول، هو القاد مالتهم. كنا نعرف القصه العظيمه الفار كراي 5. طبعا فار كراي عندك فار كراي نيو داون وفار كراي برايمال، يعني مو فار كراي وحده، عندك ثلاثه فار كراي لهذا الشهر راح تقدر تسوي لهم داونلود يوم 20 بالشهر وتلعب فار كراي الخرافيه. طبعا من اجمل فار كراي برايمال وفار كراي نيو داون لعبتهم اني كلهم، قصه حلوه احداث عظيمه بهاي فار كراي. استمتعوا فار كراي الشهر هذا، فار كراي. اما نجي لاخر الالعاب الهاي السنه هي دلت اللعبه، واللعبه خرافيه واللعبه بها جرافيك خيالي. استمتعوا بهاي الالعاب لهذا الشهر والشهر خرافي. تعرفون العاب ديسمبر العاب تكون خرافيه لان نهايه سنه. استمتعوا بهاي الالعاب لهذا الشهر العاب يوب، وان شاء الله العب وياكم واتحدى المصارعه بالاونلاين ان شاء الله. ان شاء الله كلكم تنزلوها ونلعب كلنا سوا. خلينا نشوف شنو الالعاب اللي نزلت بعد، يعني هوايه العاب. وننتقل من المصارعه الحره الى جادجمنت. جادجمنت طبعا شخص يبحث عن جرائم وقتل بطوكيو، ويبحث عن ادله وجرائم يصير بالمدينه، وهو راح يسوي هاي جرائم يكشفها ويكشف منه القاتل. لعبة حلوة، قصة تقعد هي انت بمدينة بطوكيو وتبحث هنا عن الناس اللي تسوي المشاكل طبعا، وعندك انت مكتب وتاخذ عقود من الناس وتسوي تبحث عن المجرمين وتكشفهم. طبعا لعبة تخفي وقتال بنفس الوقت، واللعبة فكاهية ولعبة سريعة وبيها هواي حركات واشياء بيها كلش حلوة. طبعا انا لعبتها اول ما نزلت جادجمنت طبعا، واتمنى من الله انه تعجبكم اللعبه وتستمتعون بجادجمنت. كل واحد ان يكون الهاي يدخل باقه الاكسترا او البريميوم راح يقدر ينزل اللعبه يوم 20. اوكي نيجي ذا شادو فور. طبعا شادو فور لعبه اسطوريه كنا نعرف، لعبه خرافيه، عالم مفتوح ادفنتشر، طبعا عالم السحر والوحوش اللي موجوده بهذا العالم ما راح تشوفها بغير لعبه. Shadow of War من أجمل الألعاب اللي نزلت على بلاي ستيشن 4. طبعاً لهذا الشهر راح تكون موجودة 2 Shadow of War. What? Shadow of War 2. طبعاً عندك Shadow of War وعندك Shadow of War Middle Earth Shadow of War Mordor. طبعاً أحلى شيء إنك تلعب الجزئين حتى تعرف شنو القصة وشنو أجزاء هاي اللعبة وشنو قصة هاي اللعبة. طبعاً انصحك انك تلعب شادو اوف وور اول شيء وبعدين تروح الى شادو اوف وور موردر، وهذا الجزء الثاني اللي هو موردر. طبعا موردر جزء خرافي واحداثه خرافيه. نيجي الى العاب البريميوم. طبعا ريج ريس 2 طبعا العاب البي اس بي بلاي ستيشن 2 تجي هاي الالعاب البريميوم، اللي يملك البريميوم مو الاكسترا راح يقدر يلعب هاي اللعبة اللي هي Rage Race 2 من الألعاب القديمة والألعاب الحلوة اللي نعرفها للسيارات والسباق والدريفت والأشياء اللي بيها. طبعا تسوي لك سيارة سريعة خرافية للدريفت. أما نجي للألعاب ما بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 2 للبريميوم إديشن، طبعا هو عندك Evil Genesis 2، طبعا بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 مولتر شيل، ياكوزا لايك دراج، The Best Train، بن 10، Power Trip، ياكوزا 6، The Song of Life، عندك Advanced Time Pirates، عندك The Gangster The Game، عندك Palaria of the Entity 2، عندك Worms MD WMD، وعندك The Escape 2، The Paintball Heroes، Added World Apps Exotic. هاي الألعاب راح تكون للبريميوم طبعا، وبلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5
مو للأكسترا. وهاي الباقة اللي ذكرت كل الألعاب راح تكون على بريميوم إديشن مو على الأكسترا. طبعا إذا عندك بريميوم إديشن راح تقدر تلعب ألعاب بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 3. مثل ما عرفتوا حبايبي هذا مقطعنا لهذا الشهر، وإن شاء الله أوصلكم كل شهر بمقطع عن الألعاب مال بلس والألعاب الأكسترا والبريميوم. تحياتي كل حبايب، طبعا بثوثنا اليومية على الجي تي اي وباقي الألعاب، وأي واحد محتاج مساعدة بجي تي اي حيا الله إن شاء الله أدعمه بأشقد ما أقدر. تحياتي لكل حبايب، لا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم، وإن شاء الله أشوفكم كل شهر عن الألعاب البلس. سلام عليكم حبايبي.